خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الأيسلندي بنتيجة 28-25 في اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس على صالة علي بن حمد العطية في ختام منافسات الدور الأول لكأس العالم في نسخته 24. وعلى عكس التوقعات، قدم أبطال مصر عرضا ضعيفا وسمحوا لمنافسهم بإنهاء الشوط الأول بنتيجة 15 نقطة مقابل 10 نقاط. ورغم محاولات العودة في الشوط الثاني واقتراب الفارق لهدف وحيد في الدقائق العشر الأخيرة، نجحت أيسلندا في إنهاء المباراة لصالحها بفارق 3 أهداف، وصعدت لثمن النهائي في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب الوطني، فيما تصدرت فرنسا هذه المجموعة بعد تفوقها على السويد بنتيجة 27-25. رجال المدرب الوطني المتميز مروان رجب يخوضون صداما قويا غدا الاثنين أمام منتخب ألمانيا متصدر المجموعة الرابعة في ثمن نهائي، علما بأن المنتخب الأوروبي الذي أحرز لقب البطولة 3 مرات حقق فوزين على أبناء النيل في اللقاءين اللذين جمعا بين المنتخبين في الدور الأول في نسختي 2005 و2011. مع لقاء مصر وألمانيا يشهد اليوم الختامي لدور 16 3 مواجهات أخرى، حيث تلعب الدنمارك مع أيسلندا وفرنسا مع الأرجنتين والسويد مع بولندا، حيث يخوض المنتخب التونسي اختبارا صعبا أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب، ويلعب المنتخب القطري صاحب الضيافة مع النمسا، فيما تواجه كرواتيا منتخب البرازيل وتلعب سلوفينيا مع مقدونيا.